مش حد سلبي. اللي يقول لك هذا سلبي لا مش كويس، لا هو كويس. هذا صف تحل، هذا صايع مش عارف ايه صايع، بس عنده اشياء من الاول اللي صايع. ممكن انت تكون سبب لو انك انت في الست طالع هنا اعتبرها جريمه. لما جي يقول والله فلان تل فلان باي اوكي، قلت له تمام انتهي الموضوع. انت قاعد كل يوم تستنزف، كل يوم قاعد تطعم في طلبه عندك، وللاسف الشديد البعض يتعامل بدرجات مع الطلبه، وهذا شيء خطير تتعامل بالدرجات. وانت بتوصله فشله. بس يعقوب اكبر جراح في القلب، تحصل تقدير مقبول. شنو يعطينا هذا؟ يعطينا ان القياس التربوي بتاعنا غير صحيح، الدول العربيه غير صحيح، صفر اصلا افتراض اعتباطي. الاسئله، هذه النقطه اللي باش الاسئله رانا عندنا فيها مشكله، الامتحانات راهي مشكله كبيره، وهذا المفروض تو كمرشدين تعدوا له. الامتحان اليمين مش للطالب، الطالب جزء بس وقع عليك، بس الامتحان لك انت. ليش؟ لانك انت اللي اخترت المنهج، انت اللي اخترت الطريقه، انت اللي اخترت الاسلوب، انت اللي اخترت انت التفاعل غيرك، فيش كلها تلقين. بالامس بس كانت في احد المحاضرات للاسف كلها زحمه ما فيش كراسي، فمن بينها كرسي قلت لهم خذوا كرسي، تعالوا قام صغير. في الجامعه لا 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 الجدل تعال قام خذ لا لا. ليش؟ لان اسلوب التعليم اللي تعلمنا به كله تلقين، ما فيش مشاركات، ما يقدرش يعبر عن الراي. لو جي مثلا اذاعه تقول ترى اعطينا كلمه ما يعرفش يتكلم، ترى اطلع لي خلف، لا ما يقدرش نطلع. ليش؟ ما فيش. وبعدها اجي نقول والله ولدي ولدي، ما ولدي هو ولدك. ما انت زي ما انت تقري في صغار خوي ممكن معك، انا عندي مثلا صغار خوي في مدرسه عبد الله عبد القادر، بروفا في تاجور. انت تقري هنا ممكن تقري في بنت خوك ولا بنت اختك. نفس الشيء احنا مجتمع متقارب، ليش ما نقولوش؟ الاسئله يفترض الامتحانات فكر ان الامتحان للطالب، لا الامتحان راه مش للطالب، راه وانت تقيس به نفسك، راه المدرس لازم تتنحى الفكره هذه. يعني عندها عدوانيه من بكري من بدري تكلمت عليها، الامراض النفسيه يعني عندها عصاب، عندها يعني كيف بنقول لك كراهيه تجاه الطالب. نحط اسئله نجحها درجه ما يبيش يزيد، جايب الطالب 49 48 ما يبيش يزيد، منزه انت 100%، انت ممتاز تمام. تعال شوف المنهج بتاعك، تعال شوف اسئلتك، تلقى اسئلتك للاسف من بين نعطي من الاخطاء الشائعه، يجيك سؤال يقول ما هي كذا كذا، كما ايش تقولها هي؟ انت غلط اصلا، اسلوبك في الاسئله غلط، شنو هي؟ انت تعرفها هي نفسها؟ قلت مش عارف ايش، دالي علامه استفهام. ما فيش اداه سؤال وحاط لي علامه استفهام مثلا. بعدها. ما فيش. انت كتابتك غلط لما تقولي درجه انا بنسقطك، انت منزه خلاص، انت هذا ممكن يكون احسن طالب تكون عنده وظيفه، انت اخترتي لكن تفشلينا. والكارثه الاكبر اللي لها وقع نفسي واللي تترك شرف نفسي، تكلموا لا امس بس تكلموا في ابله دايره امتحان وجايبين معاها مثلا 17 طالب جايبين 5-0، مازال عادي بكل روح رياضيه جايه وبتعطي الحصه الثانيه، ثاني يوم الحصه الثانيه، تنتهي هذا من 5 درجات. الطلبه صغار ما يعرفوش، ممكن اطفال ما يعرفوش يقولوا كوك في يبله، راه مش فاهمين منك شيء، رانا ما فاهمين منك شيء، لكن درجات الصفر هذه توقف فيك، تقول لك راهو انت ماشي في غلط، انت ماشي في طريق غير صحيح، راهو الطلبه هذا مش فاهمينكم ماشي تاجوره ولا صبراطه، فما اتجاه، ماشي ماليزيا ولا شن ماشي وين؟ شن نلبسوا معانا؟ شن الحقيبه نحطوا فيها؟ شتوي ولا صيفي؟ وين ماشي؟ يقول لك لا والله ما فهمش فاهمين. على فكره نظريه الوصم موجوده من منذ القدم، يعني قصه سيدنا يوسف عليه السلام، بمعنى هي ايحاء. لما جينا احنا ليش ما نستخدموهاش ايجابيا وصم؟ يعني نوصم به لا 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 الطلبه متاعينا مش كويسين، لا ما ينفعوش، لا لا كلهم اغبياء، تعرف عندهم كذا كذا. حلو لو كان لنا سعاد ابله معاهم متعاركه اياهم متخاصمه او خالفتها في الراي، هذا ما عادش يشبه حتى من يلعب. ليش ما تشاركيش فيه؟ ليش؟ جيت تسال طالب يقول لك علاش ما تشاركش؟ يقول لك والله هني نرفع في يدي متنوز فيا، يتنوز في عبد القادر وسامي ومروه، وانا قد ما رفعت معاش، لان هو ما يدركش في الامور زي ما انت تدرك فيها. يقول لك لا والله نشوف، تعال شوف انت، شوف لو نجيبك انا مثلا لشباك مثلا قزاز واضح حتشوف اكيد، كل حيشوف، بس لو انه هو كان يعني من النوع اللي ما يبانش منه تشوف فيه، حتشوف مش حتشوف، هو نفس الشيء ما يدركش بعض الامور، انت المفروض تاخذ بيده. كراهيتك لزميلتك او لابوه او لجاركم او لغيره بعيد عن الشغل. امتحان بالذات
من هذا المكان خلي فرصه ان احنا قصدي تلاقينا بيكم. ارى الامتحان فكره الامتحان مش مقياس، ويفترض انكم انتم كمرشدين حاليا تعدوا برنامج، حنقول حتى الاستاذه ناديه الامتحان، اراي فكره ان الامتحان للطالب لا، الطالب يفترض لما نوصل لدرجه من وعي الطالب ما يجيش الا بالقلم بتاع الفيرو بس ويجي هو بكل روح رياضيه جاي واموره تمام في حاله نفسيه مش توتر تيشن وغيره وبروجكشن وبرامج ثانيه. ليش؟ والله ننجح ما ننجحش، ننجح ما ننجح، فكره ننجح ما ننجحش هذه ما عادش نباها عدوا ديروا ورش عمل، ياخذ شهاده ليسانس ماجستير دكتوراه خلاص، ورش عمل هي اللي تطور، هي اللي تفيد، نتكلموا لان العلم متطور كل يوم، في نقاشات جديده، في اشياء جديده، ممكن تشوف في ظاهره عندك وانت جايه تتكلم عليها، تضرب بها نفسك، عندنا نظريه الاحتمالات ايضا. جايني الطالب يقول اني نبي ننجح، غلط، ما نبيش ننجح انا نبي الممتاز، لماذا؟ لان لما تقول نبي ننجح معناها انك انت يا تنجح يا ترسب، اعطيت احتمالين هنا، 2 20 دينار، شو بياخذوك من السوق لو دخلت لك؟ ما فيش شو بيجيبوا لك؟ لكن لو انك انت جيت وقلت انا نبي الممتاز، يا بتجيب ممتاز، يا جيد جدا، يا جيد، يا مقبول، اعطيت كم؟ حصلت 70 دينار في جيبك اكثر من 20. فهذا المقصد. الامتحانات هاي استاذه ناديه تسمع فيها مفروض تعدوا لها كمرشدين نفسيين كيف توعوا المدرسين بالذات الشريحه هذه او الفئه هذه، توعوهم ان الامتحان راه مش للطالب، الامتحان اللي قلت لانك انت اللي بتختار الاسئله، انت بتختار المنهج، انت اللي بتختار الوسائل، ما فيش وسائل عندنا غالي. لا رسلنا اللي وزاره التعليم تبعت لي تباك وجبنا تميتيه في حوشكم غل فيه ودير مش العمل. تتكلم طبعا على توطين الدعم والارشاد النفسي داخل المؤسسات التعليميه على مستوى طبعا البلديات ليبيا، واليوم هي كانت في تجوره الغرض منها طبعا ان يكون للدعم النفسي والمرشد النفسي دور كبير في المؤسسات التعليميه اللي بدورها طبعا يقدم خدمات غير عاديه للطالب بالظروف اللي مرينا بها ومروا بها البلاد. فهي قصد تاخذ بيد الطالب هذا من الوضع اللي هو فيه لبر الامان، تحاول بقدر الامكان ان توصله لانه هو حاله يكون نفسيه افضل واحسن. طبعا هو المرشد النفسي بيكون يدرس على الخجل والتبول اللا إرادي والاضطرابات النفسية ودوره كبير جدا في المؤسسة التعليمية. وطبعا بما أنه هو مكتب مستحدث جديد فنتمنى أن الكل يأخذ بإيده والكل يعطيه مجال أنه هو يعرف أنه هو كيف يشتغل ويوفر له كل سبل اللي يشتغل بها، وإن شاء الله يكون موفقين بإذن الله. بالنسبة للناس اللي تكلم عليهم الدعم، يعني التوجيه هذا يكون لأما جهة بالذات، يعني كيف يعني ما فهمتش قصدي؟ جهتك انت اللي جهه نتكلم عليها مثلا مكتب التعليم. ايه التعليم هذا قصدي، ايه ومكتب الدعم المرشد النفسي مراقبه التعليم، احنا التعليم تجوره، والمحاضره اليوم من قبل الاستاذه ناديه اللي هي مدير اداره الدعم والارشاد النفسي بوزاره التعليم، اللي هي طبعا اللي قامت بالمشروع هذا وان هي اللي اسست المكتب نتاع الدعم والارشاد النفسي. بالنسبه للفئه المستهدفه بالنسبه للطلاب، يعني جميع الفئه طبعا هو حيدرسوا جميع الطلاب، بس اكيد في ناس معينه، فئات معينه اللي تكون عندها الخجل، الانطواء، زي ما قلنا التبول الارادي، التنمر، الحاجات هذه كلها طبعا يعني بيستقطبوها، بيحاولوا بقدر الامكان ان هم يعالجوها نفسيا، ويكون في طبعا تواصل بين الاسره وبين المرشد النفسي. لذلك انا قلت لك لازم يكون في مرونه في الشغل بين المرشد والاداره والاسره، لان هي فريق كامل ان شاء الله. طبعا حضرنا هذا اليوم اللي هو محاضره ورشه العمل مشروع الدعم النفسي للطلاب داخل المؤسسات التعليمية، كان مدى الاستفادة كبيرة جدا فعلا، لأن كنا نجهل هذا المشروع وأدركنا أن له فوائد عظيمة، وخاصة لما تمر به بلادنا من أحداث وما لها من تأثير سلبي على أبنائنا التلاميذ. وكان برنامجنا في محاضرة اليوم يعني حضورنا لها استفدنا منها كثيرا من نواحي عدة، والأمر اللي
اللي كان تمنينا لو كان من فترة فاتت موجود هذا الدعم وتدريب عناصر على في هذا المجال، خاصة مثلا من الأخصائيين الاجتماعيين، لأن احنا نفتقر بصراحة في المؤسسات التعليمية لأخصائيين نفسيين يعني في هذه الأمور، ولهذا نحن نحتاج في أمس الحاجة لإعداد دورات وتأهيل ناس لها القدرة في هذا المجال لكي يستفيدوا منهم أبنائنا الطلاب، فهم في حاجة ماسة إلى ذلك. والله من وجهة نظري إن المفروض الفكرة هذه أو الخطوة هذه يعني مفروض لها سنين، لكن بما أنها استحدثت نهاية السنة فهذه فكرة رائعة جدا. بعد الظروف اللي مرت بها أو الأوضاع اللي مر بها الشعب أو الطلاب أو الأطفال يعني بصفة عامة من الابتدائي للثانوي أو المستوى الجامعي، فإنها كانت ضرورية جدا جدا جدا. يعني احنا ممكن المدرسة اللي أنا فيها من وجهة نظري فيها أخصائي اجتماعي، لكن من الضرورة القصوى إن يكون فيه مرشد نفسي في قضايا أو في مشاكل ممكن أن نحلها كأخصائي اجتماعي، لكن فيه أطفال عندهم مشاكل نفسية، مشاكل نفسية يعني مركبة، أنا كأخصائي اجتماعي ما نقدرش، مستحيل نقدر نحل، ممكن بالمواساة، ممكن بأن نتابع للطفل لأنها مدرسة ابتدائية، لكن يبي متابعة نفسية لأنه يعتبر هذا ثروة قومية الطفل. ما نقدرش أني إن يعني إن كيف نقول لك، ما نقدرش إن نحل الأزمة النفسية متاعي بما أني أنا أخصائي اجتماعي. يعني في فرق ما بين في فرق أني نحل مشكلة صايرة بينه وبين الأستاذ، مشكلة في زي، مشكلة في تواصل مع أطفال مثلا إن عدائي إن ممكن، لكن كمشكلة إن هو نفسي، إن هو ما يبيش المدرسة، إن هو ما يبيش يتقبل الأبلة، إن هو صير له موقف في الحوش في أسرته أو متفرج على مناظر دمه والقتل والحاجات اللي موجودة قصدي توا ومأثر عليه، إن هو يجي للمدرسة عنده مشكلة التبول لا إرادي أو مشكلة أو مشكلات أخرى. يعني رسالتك بالنسبة للشيء هذا، يعني هل أنت كيف الرسالة توجهها لمنه وشين هي الرسالة؟ من المفترض جدا جدا أن يكون فيه أخصائي اجتماعي ومتابع نفسي في كل مدرسة. أول حاجة أني مدرستي مثلا 180 طالب، ما نقدرش أني نحل مشاكل نفسية ومشاكل اجتماعية، مستحيل، لازم يكون فيه متابع نفسي أقل حاجة لكل 50 طالب أو لكل 60 طالب للأوضاع يعني للمشاكل النفسية الموجودة. طبعا إدارة الإرشاد والدعم النفسي هذه إدارة مستحدثة العام هذا اللي هو 2018-2019 في وزارة التعليم. وزارة التعليم مشكورة قامت بخطاب لمراقبات التعليم بإنشاء مكاتب للدعم النفسي في جميع المراقبات. قمنا احنا طبعا بتهيئة وجهزنا اللي هو المكتب الدعم والإرشاد النفسي في مراقبة تعليم تجرة. تم تكليف الأستاذة عائشة بإدارة هذا المكتب خلال العام اللي هو 2018-2019 بداية العام هذا. طبعا وزارة التعليم في الملاك الوظيفي للعام العام الحالي هو 2018-2019 إن شاء الله من ضمن الكادر الإداري للملاك للمؤسسات التعليمية اللي هو وظيفة المرشد النفسي لما لها من أهمية من أجل بناء أبنائنا الطلاب من ناحية نفسية ومعالجة الكثير من المشاكل النفسية اللي هي تمر بها من أبناء الطلبة. تقريبا عدد العاملين في هذا المكتب يعني تقريبا هل هو لازم يكون في عدد معين ولا يقوم المكتب باستحداث الكوادر تلقائيا؟ طبعا وظيفة المرشد النفسي أن هي يجب أن هي تكون وظيفة
تخصصية، يعني يجب أن هو من يقوم بوظيفة المرشد النفسي أن هو يكون خريج علم النفس، يعني متخصص في المجال هذا. احنا طبعا عندنا يعني خريجين فيما سبق متعاقد معهم، ولكن ليس بالعدد اللي هو كافي يغطي جميع المؤسسات التعليمية الموجودة في بلدية تجورة. عندنا عجز يعني في التخصص هذا، ولكن مشكورة طبعا وزارة التعليم وافقت عليه برام العديد من العقود، من ضمنها اللي هي حنتعاقد إن شاء الله مع معلمين يعني جدد في التخصص اللي هو علم النفس، اللي هو حيقوم بسد العجز القائم في وظيفة الإرشاد النفسي إن شاء الله بإذن الله. يعني فيك بارك وبارك الله فيكم على الفرصة هذه، ونحب نشكركم أنتم وبارك الله فيكم وأنتم ومشاهدينكم، شكرا وبارك الله فيكم. السلام عليكم. مع الأمم المتحدة لا يردون لثورة فبراير أن تنجح، ولا يردون لأي ثورة عربية أن تنجح. هذه يجب أنها تكون مسلمة عندنا باش نقدر نسلك الطريق ونمشي كويس. الأمر الآخر اللي بنقوله، نبدأ من نقطة الصفر إن صح التعبير، بنقول نظام معمر، هذا نظام ديكتاتوري ولا ديمقراطي؟ معلش إجابة، معلش نبي نسمعها. ديكتاتوري، كويس. العالم كله كان مقرر أنه هو ديكتاتوري، ظهر الشعب الليبي على أساس أنه هو نظام ديكتاتوري، خرج في الشوارع يريد أن يسقط هذا النظام، وأسقط بفضل الله سبحانه وتعالى، والعالم كله يؤكد أن هذا النظام نظام ديكتاتوري. ليش الخلاف بعد سقوط معمر؟ ليش دب الخلاف؟ برضو تكون مسلمة عندكم، لكننا نزيد نأكدها بس. دب الخلاف يبقوا نظام معمر يرجع من جديد بكل اختصار، نزاعات ما نزاعات، نقاش تهجير كذا، الخلاصة الزبدة متاعها ورأس الحربة في الموضوع يبقوا نظام معمر يرجع من جديد، بدليل أول كتيبة تكونت في مدينة بنغازي أسمع كتيبة النداء، وهذه استعملت السلاح واخذت فوضى السلاح اللي صارت، وتبي ترجع نظام معمر من جديد، وعلى رأسهم أو من ضمن أفرادها محمود الورفلي المجرم اللي الآن قاعد يذبح ويقتل في عرب بنغازي. إذن القضية ما هيش خلاف يا جماعة، القضية أن في استبداد يبي يرجع من جديد، هذا هو. يعني ما يزوقهاش لي ويقول لي خلاف وكذا. ظهر الناس في الشوارع يبوا أبنائهم اللي فقدوا 1200، ما ننسوش المعلومات، وأظن الدكتور ناجح يعني طرق لهذا، قال حفظ الذاكرة، يردباك من ضيعوا القضية. ظهروا الشعب يعني الناس في بنغازي بالدرجة الأولى، ظهروا يبوا 1200 جثة، مش يبوا من قاتلهم يا ناس، يبوا جثث أبنائهم 1200. وإذا بنا نفاجأ نضرب بالطيران وبالدبابات وبالرصاصات وبالرصاص وبالكلاشينكوف، وبعد يجيني توي يقول لي خلاف؟ أي خلاف هذا؟ وانت أنا نبي جثة ابني بس، ما عطيتش لي وخششني بخلاف. الأمر الآخر، سجن أعضاء النظام وقعدوا في المحاكم وقعدنا نحاكم فيهم، وعطيناهم القيم والمبادئ اللي قامت عليه ثورة فبراير، وأثبتنا لهم بالصوت والصورة أننا لسنا انتقاميين. لو كان نبوا ننتقموا مزبوط، عبد الله السنوسي هذا مفروض شنقناه في وسط الشوارع، مش يخش محكمة ويقعد يدافع على نفسه ويجيه محامي أيضا. لو أن كان يعرف القذافي هذا شين كان مصيره، وهو أستاذ المخابرات وأستاذ السجون، وأنا كنت أحد أبناء السجون وعارف عبد الله السنوسي هذا كيف يتعامل معنا. إذن القضية واضحة يا إخوة، ما تغيبش علينا، نبقوا أبناء فبراير، أبناء القيم، تكون القضية واضحة رؤية. كلام الإعلام اللي طرق له الدكتور ناجح، إن الإعلام قاعد يقول، كل واحد يقول في كلام، لا خلونا من الإعلام، نحن أبناء الثورة، نحن أبناء ليبيا، نحن أبناء بنغازي، أبناء بوسليم، أبناء السجون اللي ظلمنا واضطهدنا في هذه البلاد، وهذا حق لنا، لن نتوقف عليه بإذن الله تعالى إلى أن يحكم الله سبحانه وتعالى بيننا وبين هؤلاء القوم، لأن القوم مش موقفين علينا. قاعد أحمد كذاب الدم قاعد يدح في الفلوس وأموال الليبيين ويدعم بهم في المرتزقة باش يخرب ويفسد ليبيا، ونحن نلهو في خلافات ومصالحات. أي مصالحات هذه؟ أي مصالحات؟ ليس معنى ذلك، أفضل كلامي كويس، ليس معنى ذلك أننا لا نريد الإصلاح، لا والله، والله ما قمنا بثورة فبراير إلا نريد الإصلاح أصلا، نريد الإصلاح لهذا البلد، نريد أن نستمتع بخيرات هذا البلد،
نريد أن نعيش مع بعضنا، نريد أن نعيش بني آدمين بشر على وجه الأرض. لكن اللي قاعد يحدث تو الآن أنا أسميه في رأيي الشخصي تسوية سياسية. تسوية سياسية ما يحدث الآن من اجتماعات، حفتر شو أنتم بتحطوه قضية الخلاف كله يبقوا حفتر في المشهد. يا أبنائي يا بناتي أفهموا القصة. القصة الآن يبقوا حفتر يبقى في المشهد، حكم عسكري من جديد. والله لا خلاف ولا شيء اللي يحدث. ما يحدث يبقوا حفتر، هذا يحكم باش يقدروا يسيروهم ما كيف ما يبقوا، أو يمشوا بمرحلة إلى أن يأتي شخصية يستطيع أن يتحكموا فيهم بالريموت كنترول ويقولوا لا أفعل ولا تفعل. أما أن تنجح ثورة فبراير وتنجح القيم والمبادئ وترسخ وتتغير الدول العربية كلها، هذا محال عندهم. لكن الله سبحانه وتعالى سيفشل مخططاتهم ومكرهم ودهائهم بإذن الله تعالى بمثل الدماء اللي تحدث عليها الإخوة الآن، الدماء الطاهرة، الشيوخ أبناء ليبيا الوطنيين الأحرار اللي قدموا أرواحهم مقابل أن يعيش هذا الوطن حر عزيز كريم. يجب ألا تغيب علينا نوجعتني حقيقة، شعرت أن شوية البوصلة ضاعت عندنا. لا، أفطنوا إياكم، نبوا نسلموا الوطن هذا للأجيال القادمة، نبوا الأجيال القادمة تتمتع. نحن خلاص يعوضنا ربي خير إن شاء الله، لكن نريد أن نحافظ على هذا البلد، أن يستلمه منا الجيل الجديد بإذن الله حر عزيز مكرم بإذن الله تعالى. آلاف من خيرة ليبيا، آلاف من خيرة رجال ليبيا سالت دماءهم على هذه الأرض كي يعيش حر هذا الوطن. أما يجيني توه يقول لي مصالحة، خلاف، ما خلاف، لا هذا مش خلاف، مش خلاف، مؤامرات كما اللي ديروا بهم من أول ما قام الثورة فبراير إلى الآن، وأنتم ما نكمش موقفين وتحكوا فيهم في الإعلام كيف يطلع علينا. محمود المصراتي لما طلع علينا بعد نجح الثورة فبراير كان 2 مليون مهجر، الكذاب حشاكم، 2 مليون مهجر طلعوا من ليبيا. وين 2 مليون هذا؟ وين 2 مليون؟ في 2012 طلعت لجنة من الزاوية مهم ودزوهم على أساس يمشوا للمهجرين اللي قاعدين في مصر، وخذوه حتى التذاكر بتاعهم، قالوا لهم حوالي 400 شخص ولا 400 عائلة موجودة في مصر، خذوا لهم تذاكر من هنا، والله ما رجع منهم إلا 12 عائلة. إذا المهجرين اللي كانوا من أنصار النظام يريدوا معمر أن يبقى من جديد ولن يبقى بإذن الله تعالى. حبيت أن نحطكم بالصورة، جزاكم الله خير، السلام عليكم. شوف هذه الجلسة طيبة، واللي المفروض انها تكون بدايه لجلسات اخرى، يعني يا ريت تكون في كل كليات القانون في ليبيا انها تطرح هذه المواضيع من قبل المتخصصين ومن قبل الطلبه، حتى لنشر الوعي بمفهوم دوله المؤسسات ومفهوم من النضال الوطني، رفع الوعي بحقوق الانسان وبدوله القانون. كل هذه هي مكانها كليات القانون. فاحنا هذه بدايه المشوار انطلقناها إن شاء الله مع السيد سامي والسيد سعد والإخوة المهجرين في رابطة أهالي بنغازي، فإن شاء الله نكون في ندوات أخرى وفي جلسات أخرى ونكون على تواصل مستمر لكي نطرح هذه الأفكار ونحاول نصل بها إلى حل. شكرا وبارك الله فيكم لحضوركم هذه الندوة، نرفع الجلسة إن شاء الله. أول يجب أن يكون في إرادة شعبوية، إرادة من الليبيين بالكامل أن تطبق العدالة الانتقالية وصولا للمصالحة. ثانيا يجب أن تكون في إرادة سياسية موحدة على التراب الليبي، وتكون إرادة جادة لتحقيق تطبيق العدالة الانتقالية. ثالثا المؤسسات، يجب تنفيذ إصلاح مؤسسي وخاصة في المؤسسة القضائية، يجب محاربة الفساد في كل المؤسسات هذين وإحداث إصلاح فيهن بالكامل. أهم شيء يظل بعدين وجود التشريع القانوني الخاص بالعدالة الانتقالية، لأن قانون العقوبات الليبي غير كافي للتصدي بحجم الانتهاكات اللي صارت في ليبيا وتحديدا في مدينة بنغازي. كل هذه العوامل، كل هذه المعطيات بالإضافة إلى أمور أخرى هي أحد الأسباب في تفعيل العدالة الانتقالية وصولا للمصالحة الوطنية. والله الحقيقة الندوة كانت بالتنسيق ما بين كلية حقوق والعلوم السياسية غريان ورابطة مهجري بنغازي. يعني ابتداء نحن نقول أول ولأول مرة تعرض يعني قضية ليبيا باختزال ما حدث في مدينة بنغازي في شكلها الحقوقي والقانوني، واحتياج هذه المرحلة
لهذا التوعية والإرشاد والتثقيف وأهمية دور مصطلح العدالة الانتقالية بالدرجة الأولى في هذه المرحلة. حقيقة يعني نحن نقوله يعني الأمة الليبية مرت أو الآن تمر بما مرت به الأمم الأخرى، هي مرحلة من مراحل تشكل الوعي، لا شك في ذلك. الثمن باهظ الذي دفعه الشعب الليبي، الليبيين يعني بصراحة جديرين أن يكونوا في مصاف الدول المتقدمة، لأن كل الموارد سواء كانت البشرية أو الطبيعية موجودة في ليبيا. فبالتالي يجب بناء ليبيا على أسس صحيحة، أسس يعني التعريف بأهمية مصطلح العدالة الانتقالية، وأيضا ما مدى أهمية هذا المصطلح، عرفت، في التوعية والإرشاد. يجب أكبر شريحة من المثقفين والنخب، ولا أغفل دور الطلبة الحقيقة في دراسة والبحث في أهمية هذا المصطلح، لأن من وراء هذا المصطلح نحن حنكشف الحقيقة، وأيضا ما أهمية الحقيقة في بناء دولة حديثة. يعني كيف ما أسلفت الذكر، دولة حديثة يعني دولة مؤسسات، دولة حقوق وحريات. فبصراحة الدور كبير على النخب، الدور كبير على الطلبة للبحث في هذا المصطلح، لعمل ورش عمل، لعمل ندوات تثقيفية توعوية، ليصل هذا المصطلح وأهميته لكل مواطن ليبي، أهميته في بناء الدولة الليبية